امرأة أصيبت في جلطة في المخ قبل رمضان ولم يغمى عليها إغماء كاملة، فكانت تبدأ بالصلاة وأثناء الصلاة تخاطب من حولها، ولما قرب رمضان أغمي عليها إغماء كاملة، ولكن الأطباء يقولون أنها تسمع، وتوفيت في رمضان، فما هل يكفر عنها؟ هذه بارك الله التي أصيبت بجلطة قبل رمضان وبقيت مغمى عليها أو فاقدة الشعور، يطعم عنها لكل مسكين، لكل يوم مسكين يطعم عنها لكل يوم مسكين، لأن الصحيح أن الإغماء لا يمنع وجوب الصوم وإنما يمنع وجوب الصلاة، فلو أغمي على الإنسان بغير اختياره وبقي يومين أو ثلاثة فلا صلاة عليه، أما إذا كان باختياره كما لو أغمي عليه بواسطة البنج فإنه يلزمه القضاء.